هذه الخطوة الأولى في إطار الاندماج في برنامج رئيس الجمهورية الذي يرمي إلى تشجيع الصادرات خارج المحروقات. الهدف من هذا اللقاء هو تعريف منتجات كوندور للسفراء الأفارقة الموجودين في الجزائر. سوف يحضر كذلك كل الإطارات المعنية بالتصدير من الجزائر، من وزارة الخارجية إلى وزارة التجارة، وزارة المالية، بنوك، كاجيك، سافيكس إلى آخره. سنحاول خلال هذه اللقاء التعريف بالمنتجات عن طريق توضيح طريقة إنتاجها. سوف نتطرق إلى المواد الأولية التي تدخل في هذه المنتجات وكيف يتم عملية الصنع. لا يمكن أن ندعو كل السفراء للأسف الأفارقة لزيارة مصانعنا في برج بوعراريج، ولكن يمكن لنا على الأقل إعطاء فكرة لإخوتنا في إفريقيا كيف يتم هذه الصنع، كيف تتم عملية الصنع. سوف نتطرق كذلك إلى برنامج التكوين الخاص ببعض الشباب الإفريقي الذي تم تصدير تحضير برنامج خاص لتكوينهم في مصانع كوندور من أجل القيام بصيانة منتجات كوندور فيما بعد التصدير.